مرحبا بكم. معظم الأخبار التي تأتينا من أمريكا هذه الأيام إما أخبار عن صعود اليمين أو تفوق العرق الأبيض أو إطلاق نار في كنيسة مثلا كان روادها من ذوي الأصول الأفريقية، أو أن الرئيس الأمريكي وصف فئة معينة أو مهاجرين قادمين من دول معينة بلفظ مسيء، أليس كذلك؟ القصة التي سأحكيها اليوم مختلفة تماما. إنها قصة آية وصافي من عائلة الراعي من سوريا، عائلة حلبية مقيمة في دبي، رزقا بطفلهما الوحيد أحمد الذي فرحا به كثيرا كأول مولود. بعد شهر من الولادة تفاجأت العائلة بمرض جيني نادر جدا ظهرت أعراضه على أحمد. هذا المرض يصيب واحدا من كل مليون إنسان تقريبا، يسمى طبيا بالركود الصفراوي، يتسبب بصفار البشرة كما هو ملاحظ من هذه الصورة العيون نتيجة تعطل وظائف الكبد. فشل العلاج الدوائي. الأسوأ من ذلك أن الطفل كان يعاني حكة شديدة، كان يستمر بالحك حتى يخرج الدم من جلده، حساسية. مشافي دبي قالت لهم لا حل إلا بزراعة الكبد للطفل، ولا بد من إجراء عملية بأسرع وقت ممكن وفي أمريكا. قررت آية التبرع لابنها بجزء من كبدها. بصعوبة شديدة حصلت على تأشيرة العلاج في السفارة الأمريكية في دبي، حصلت على هذه التأشيرة لها ولابنها فقط لإجراء الجراحة، لم تمنح هذه التأشيرة لزوجها أبو الطفل. وقعت الأم على الأوراق التي تشرح المضاعفات المتوقعة للتبرع على أساس أن الأب سيصل إلى أمريكا، سيلحقهم إلى هناك. لم يحصل الأب على الفيزا فرفض المشفى تبرع الأم. طبعا إنها عملية كبيرة وخطيرة، ثم إنه بعد الزراعة قد يحتاج الطفل إلى جراحات لاحقة، الطفل أيضا بحاجة إلى أمه، لكن ما الحل؟ الوقت ليس في صالح الطفل، الأم لوحدها، تأشيرة الأب تأخرت ولا يستطيع القدوم. ثم أتى الخبر من المستشفى بأن لا تقلقوا، هنالك متبرع جاهز للزرع بالتاريخ الفلاني، من دون إعطاء أي معلومات عن المتبرع. المتبرع هو هذه السيدة، سيدة أمريكية بيكي كايبل، هي أمريكية تبلغ من العمر 46 عاما، لديها صبي وبنت، تسكن في ضواحي نيويورك. كانت تود التبرع بجزء من كبدها لصديقتها، لكن الأطباء قالوا لها لا فائدة من هذا التبرع لأن صديقتك حالتها سيئة. لكن بيكي اتخذت قرارها الجريء، لن تتراجع، وأبدت استعدادها للتبرع لأي شخص هو بحاجة. قالوا لها تمهلي، هناك طفل بالانتظار. قالت أنا جاهزة، من دون أن تعرف من هو الطفل، من أين أتى، كم عمره، ما هو دينه، لا تعلم أي شيء عنه. أجريت العملية بنجاح. عانت بيكي بعدها لبضعة أشهر، خضعت لعدة عمليات جراحية لفترة ثم تعافت. أحمد أيضا تعافى وأصبحت صحته كالأبطال، ها هو يرتدي البوبيون، مسرح شعره تسريحة السبايكي. لكن ظل السؤال بذهن الأهل، من هو الذي أنقذ ابننا؟ ما هو شكله؟ كم عمره؟ ما هو اسمه؟ طلبوا من المستشفى توضيح هذه المعلومات، المستشفى رفض. لكن قبل السفر ببضعة أيام أتى مدير المستشفى، قال لهم أما زلتم مصرين على معرفة ما أنقذ حياة ابنكم؟ رتبوا لهم هذا اللقاء. معي من دبي آية عقاد والدة أحمد، وأيضا من نيويورك تنضم إلي عبر خدمة سكايب من شمال نيويورك بيكي كيبل المتبرعة بالكبد. مرحبا بكما. بيكي سأبدأ منك، نفهم أنك كنت تودين التبرع لصديقتك التي لم تتمكني من التبرع. التبرع يعني
عملية جريئة وفيها مخاطرة، ما الذي جعلك تتبرعين لشخص لا تعرفيه؟ Well, I'm partly a very practical person. أنا شخص عملي للغاية. أجريت جميع الاختبارات وقيل لي إنني مؤهلة للتبرع، ولذلك شعرت أنه ضياع لو لم أكمل العملية. وأعتقد أن هذا ما أراده الرب. فهو يعلم أحمد، يعرف أحمد، وهو يحب أحمد، وإنه يريد له أن يتلقى الحياة. والرب استخدمني لأقدم هذه الحياة لأحمد، وهذا شرف كبير أن يعطي المرء الحياة لشخص لا يعرفه. سأنتقل إلى آية بالسؤال. آية، عندما قيل لك أننا وجدنا متبرعا، لست بحاجة لأن تخضع لهذه العملية الجراحية، كيف كان شعورك آنذاك؟ مرحبا أهلين. هو يعني شعور كثير صعب أنه ينوصف، شيء عن جد خارج الوصف. لما تلقيت التليفون من المشفى وقالوا لنا أنه في متبرع، حسيت أنه هذا الاتصال هو اللي كنت عم بستناه من أول ولد، اللي رح ينقذ ابني ويرجع للحياة من أول جديد. ما في أي يعني كلام ممكن يقدر يوصف هاي اللحظة بالذات، بس أنا فورا بلشت ابكي، ما بقى تقدر يعني رجلي تحملني. اكيد الحمد لله رب العالمين انه وصلنا لهي اللحظه. انا كثير 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 مبسوطه وفرحانه. اكيد بتشكر بكي، واي كلام ممكن قادر اوصفه انه اوصف كيف بكي كيبل فيه، فما راح يوفيها حقه. بكي، الآن هناك جزء صغير من جسدك ينمو بجسد هذا الطفل الصغير. هذا الطفل ربما سيكبر، سيكون لديه أولاد، يحكي لهم أن بكي أعطتني جزءا من جسدها. كيف هو الشعور؟ من الصعب أن يصف المرء كما قلت من قبل معنى هذا، فهذا خارج عن نطاق قدرة الفرد على الوصف. وهذا يمنحني الأمل ويجعلني شاكرة للغاية، لأن هذا حدث لي ولأنني تمكنت من لقاء أحمد ومن لقاء آية، وأن أكون جزءا من أسرة بعيدة جدا، وهذا يجعلني أشعر شعورا رائعا. أمامي الآن ظهر أحمد، طرف من أحمد عند الشاشة. هل يمكن أن يقول كلمة أحمد لبيكي؟ هو هيا أحمد. ما الذي يقوله يا آية؟ هو عم يقول لها انا كثير مشتاق لها. He miss her so much. يلا ان شاء الله دائما تلتقون بالصحة والعافية. اشكركم على انضمامكم لي في برنامج تريندي. شكرا، نورت برنامجنا. شكرا كثير لك، الله يعطيك الف عافية. شكرا.